بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب اللبناني اليوم ضمنها سموه خالص تهانيه واصدق تمنياته للرئيس اللبناني بالتوفيق في اداء مهامه على اكمل وجه تعزيزا وترسيخا للامن والاستقرار والدفع نحو التقدم وتجاوز كافه التحديات التي تواجهها الجمهوريه اللبنانيه معربا سموه عن حرص مملكه البحرين على تعزيز وترسيخ العلاقات الاخويه مع الجمهوريه اللبنانيه بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. متمنيا سموه للجمهوريه اللبنانيه ولشعبها الشقيق اضطراد التقدم والنماء